افتكروا الافكت بتاع الكريتيزم الضيبول هيطلع بس اوكي.
بالظبط ماينس دلتا زد ساين ثيتا اتجاه ثيتا صح؟ طيب لو افترضنا ان احنا عملنا اسامبشن برضو ان احنا نازلين فيه بارلل للدايبول لا يعني بارلل اولا بارلل ده يعني ايه؟ يعني الاي انسيدنت ديت في اتجاه ايه؟ السي وبرضه نأسيوم ان هي مش نازله عند سيتا يساوي سيتا، نأسيوم ان احنا نازلين عند الايه؟ الماكسيموم. بس ساعتها نقدر نقول على طول ان ايه الافكتيف بيساوي ايه؟ نيجاتيف دلتا زد في اتجاه الاي سيتا. يبقى معنى كده ان البي تي هيبقى عباره عن اي انس اتجاه الـ A سيتا دوت مع الـ M effective اللي هي ايه؟ ماينس دلتا زد اتجاه الـ A سيتا يطلع لنا ايه؟ ماينس دلتا زد بس هيطلع ماينس E incident دلتا زد ايه دي incident دي هي هي دي دي ما هي دي incident باور دنسيتي انسل طب لما تاخد الماجنتيود في تي سكوير يطلع ايه؟ يبقى هتساوي نص في تي سكوير يعني ماجنتيود دي انسل سكوير في دلتا زد سكوير في الراديشن على أربعة راديشن سكوير يدينا إيه؟ يبقى على أربعة راديشن الكلام ده هنقسمه على إيه؟ هنقسمه على نص ماجنتيود إي إنس سكوير على إيه؟ يطلع بيساوي كام؟ ده هيطير مع ده وده هيطير مع ده يطلع بيساوي كام؟ بيساوي ايتا في دلتا زد سكوير على 4 راديشن عشان بقى نفنش الموضوع دوت نحط الار راديشن بتاعت ايه؟ لغايه دلوقتي يا جماعه حد عنده مشكله؟
ماكسيموم يعني عايز يعني هي المفروض لو ما كانش 96 كان ايه الايفكت ماكسيموم ده كان هيطلع كده في ساينس ويف صح؟ بس احنا قلنا عايزين نجيب ماكسيموم الماكسيموم يعني احنا جبنا مره ماكسيموم اللي هو كونش كده ماتش وعايزين نجيب كمان ماكسيموم يعني عند كمان انهي زاويه؟ فبقى ايه؟ عند 96 يعني احنا كان لنا نجيب ماكسيموم مرتين. انا بقول لك هو ده كده الايه؟ الافكتيف ماكسيموم بس لو انت عند اي سي ماكسيموم يعني عملت ماتشنج بس لو انت كمان عايز الماكسيموم افكت الماكسيموم افكتيف الماكسيموم برضه راح اعمل الزيتا دي عند ايه؟ والماكسيموم ايه افكت الماكسيموم اللي هي بتاعت الماتشنج تحط الزيتا ازاي؟ Thank you.